جد انت عم تكبريها كتير يا ياسمين، لازم تعطيه شوية وقت لصواش. بس دائما عم بصير نفس الشي. هو مو قدران يعمل شي. بعدين لا تنسي مين بيكون، هو صواش بالدار وفي شغلات مضطر انه يعملها. خلص لا تفكري كتير بهالقصص، مو اساس بدك تركزي على الشغل. لا تنسي انك وعدتيني. انا معك بس ياسمين، انا ما عاد اقبل اي حجج. نحن وقعنا على العقد ولازم نجهز المكتب ونظبطه. تعي من هون. هو يلي عم يتصل؟ ايه هو. طيب ردي. لازم تعطي شوية وقت للصواش وهو رح يزبط كل شي. تشيشيك، بتعرفي ليش صواش وياسمين تركوا بعض؟ أمي ما حكت لي شو السبب، قلت يمكن تكون حكت لي. لا نظام، ما حكت لي وما عندي فكرة. شو رأيك أختي؟ ممكن يلبق لي؟ ليش أنتي بتلبسي هيك شي؟ مو ستايلك بنوم؟ ماشي أختي ماشي، ما عجبك؟ لا لا استني، جربي وجربي شي تاني كمان. خدي قيسي أكتر من واحد، هذا مثلا. على فكرة نحن نحظينا بفرصة كتير منيحة، لو ما نجحنا ما كنا قدرنا نستأجر المكتب. بس طبعا هلأ إجا دورك أنت، وأنا رح ضل ناطرتك لحتى ترجع إلى طبيعتك. شبو حبيبي؟ خير شبو؟ أنا رح روح غير لعمر وأنت سبقيني على الكافيتيريا. ماشي بشوفك. تفضل. شكرا لك. أيوة بابا. شكرا مدام. شكرا. خلصنا تقريبا، أنت وصلت؟ ماشي، معناتها منلتقي بالكافي. بشوفك. شكرا لك. العفو. نظام، أنا بدي أشتري هدية لمكتب صواش الجديد، بس نطلع من هون بمرق لعنده. أنت روحي على الكافي وبعدين بلحقك. أي اتركي لك ياس لكان، تمشي براحتك. عن جد شكرا. لك ياس إذا بتريد. مين فينا اللي ما بيحب يكون غني؟ أنا بوثق فيكي وأنت بتعرفي هالشي. شكرا لك. ماشي، حلي الموضوع بمعرفتك لكان. حبيبتي اشتقت لك كثير. وانا كمان. تعالي عدي هون شوي خليني اشوفك. تعالي. كثير حلياني. شو كنتي عم تتسوقي؟ ايه. شو اشتريتي؟ شوية اغراض. شو عم تعملي هون؟ اجينا انا وماما على السوق. مرحبا. اهلين، كيفك؟ منيحة، وانتي كيفك؟ منيحة الحمد لله. بورا كل شي تمام، انت نصيبك من الارباح جاهز. انا هلا عندي اجتماع مهم، ممكن نحكي
بنحكي بعدين. ماشي، بس تخلص حاكيني. طيب، يعني هذا شخص ما له مهم، لهيك قلت لحالي بكذب عليه. هو اصلا بيحكي كتير وبيدق لي كل فتره وفتره، بس حاليا اللحظات اللي رح نقضيها معك اهم منه، ما بدي روحها على الفاضي. تفضلي مدام. شكرا لك. مبروكة. شكرا. هلا كيف صار خالك؟ حسن؟ ايه مل من كتر النوم بالفرشة. اصلا مرته ما عم تتركه ولا دقيقة لحاله. يا ريت بقدر اجي لعنده واهتم فيه عن قرب، بس اذا في شي بقدر اعمله احكي لي فورا. شكرا بورا، انت كتير لطيف وإنسان منيح. وأنتي أصلاً تعبتي كتير بسبب اللي صار هالفترة. يا ريت منقدر نروح أنا وياكي شي مشوار، على الأقل منطلع شي يوم على العشاء بشي محل رومانسي، على مكان هادي وعضو الشموع. المسا ما بقدر أطلع. لا تضغط علي، عم تضايقني. إيه مثل ما بدك، أنا جاهز أعمل أي شيء بالعالم كرمالك، وأنتي مانك قدراني تخاطري وتطلعي من البيت لو مرة وحدي من شاني. الظاهر هاي أول مرة بتغيري له. لا، أنا صرت خبيرة بهالشغلة، إذا بدك بساعدك. لا ما في داعي، شكرا لك مدام. بس تكوني جاهزة اتصلي فيني، أنا ما راح أزعجك. بورا رجاء لا تحكي هيك، مو طالع بإيدي شي. ماشي خلاص، روحي هلأ. شوفي ليش عبسة سيفقي؟ ما في شي، تعبانة شوي. يلا خلينا نمشي. طيب. خير شبك؟ حاسة حالي كتير تعبانة، ما علينا نرجع على البيت؟ اساسا مرن عند سواش. روحي لحالك، ما عاد إلي حيل اعمل شي. طيب خلاص، انتي روحي وارتاحي.
ياسمين مانك بالبيت؟ أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين. مبروك، كتير حلو المكان. هاد من لطفك مدام. أهلا وسهلا. كيفك ديلان؟ منيحة شكرا، أنت كيفك؟ وأنا منيحة. وين مكتب سواش بيك؟ أنا رح دلك. تفضلي. شكرا كتير. صفقي شو صاير معك؟ طلعتيني مشوار مشان انبسط قام انضرب مزاجك، شو في؟ ما في شي، قلتلك تعبان شوي وانا لازم ارتاح. لو سمحت ممكن تنزلني؟ بدي مر على الكوافير بحاكيكي بعدين. طيب انا بتصل فيكي. سلام. من هلا ورايح رح اعتمد عليك واستنى. بكره رح تصير غني كتير وبتحقق كل احلامك. انا رح اروح بوشي فورا على بار واطلب كاس منشان احتفل، وبكره اول شي بظبط شغله السفره المفاجئه. اذا هيك بشوفك. وانا بشوفك. حاليا ما رح اسمح لحدا ينزع لي مزاجي. هاي وصلنا. حطهم هون لو سمحت. احنا ما التقينا بدون سبب، وعمر ما ولد بدون سبب. من اول ما شفتك عرفت انه مصيرنا واحد. قصتنا مانا كلام روايات، قصتنا حقيقة ونهاية السعيدة منكتبها انا وانتي. بتحبي تشربي شي تاني؟ لا شكرا لك. طيب بتحبي دقله لسواش بيك؟ لا ما في لزوم، شكله ما رح يجي، بيكون عنده شغل. شو رايحة؟ مرحبا تشيشك خانم، تعرفنا على بعض ببيتكم يمكن ما بتتذكري، جينا نهنيكم سلامة السيد. تذكرتك،
بس انا اسفة مستعجلة شوي هلأ. يلا منشوفك. ديلان بدي اسألك، شو بتقرا بعيلة بالدار؟ بتكون مرت سواش بيك. مرت اخي تشيك، تشرفنا. طيبين هالشايات، يسلموا ايديكي. اورهان شاهنور خانم، ليش عم تعطيك مصاري؟ قلت لك يا حبيبتي، هي وعدتني انه تفتح لي محل، وكل فتره وفتره بتعطيني. انت عم تقول الحقيقه ما هيك؟ طمني بالك حبيبتي الهام، كله مزبوط. بس هي مو اول مره، بعدين ليش دائما بتقعدوا مع بعض على جنب وبتحكوا بتتهامسوا؟ لك عم نحكي بالشغل، ليش ما عم تصدقيني؟ لاني انا عم موت من خوفي، ليك اذا بصير شيء. ايه خلصنا بقى، حاجة تحكي بالموضوع، فهمتي؟ تفضلي ستنا الوالدة. تفضلي. يسلموا ايديك. الله يسلمك. بولات تحسن الحمد لله، وهذا فضلك طبعا، بس انت كمان تعبتي كتير صراحة. يا ريتك. انت شو قلتي لبولات؟ كيف يعني؟ وقت كنتوا لحالكم قاعدين وعم تحكوا، انت قلتي له شي شغلة بعد ساءت حالته. يعني مصرة اني قلت له شي لبولات؟ جاوبيني، انت شو قلتي لبولات لحتى صابته الجلطة؟ قصدك تقولي يا فداء انه الجلطة اجته لبولات بسببي انا؟ انتبهي لكلامك منيح، هذا بيكون اخي، عم تفهمي؟ اذا كان هو اخوك فهو بيكون جوزي كمان، وما عاد اسمح لحدا يأذي ابدا، واذا بيصير شي معه مرة تانية رح حاسب المسؤول وخليه يندم. استنوا استنوا، لوين رايحين؟ مكان الطاولة مو مناسب هون، حطوا لي اياها هون بالصدر. لك يا عيني انتبه، شبك رح تكسر الكرسي. ها تمام، هون منيح. اعطيك خبر. ماشي شكرا. اهلا وسهلا فيه،
وتشرفنا بجيته. Edası ömrüme ömür, gözleri deniz dilber. Ah bir el ver, bir el ver de yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel bir senin yanında ben olayım. İstanbul saklasın bizi, boğazında düğümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi, boğazında düğümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. كيفك بنتي؟ ما حكينا الصبح. منيحة، من الصبح عم أركض هون وهنيك. سافقي لقيت مكان جديد للشغل ورحنا وشفناه مع بعض، وبعدين رحنا دورنا أغراض للوكالة. ولمين تركتي عمر ياسمين؟ أخذته معي أمي، يعني لمين بدي أترك ابني؟ ما مل حبيبي عمر وهو بالطرقات كل هالوقت؟ والله هو يمكن مل، بس أنا أكيد مليت أكتر. تعبت وأنا عم ربي هالولد لحالي. يلا إن شاء الله شوي شوي تنحل مشاكلك أنت وساواش، وبعدها كل الأمور بتصير أسهل. طيب أمي ماشي، يلا بشوفك. في أم عاقلة بتخلي ابنها طول النهار بالطرقات؟ يلا ليكك أنت هلأ رايحة لعندها وهنيك بتنتبهي عليه. قولتك. ليكي رح أترك مفاتيح البيت معك ماشي، وبتعتبريه مثل بيتك. أنا شو بدي أعمل ببيتك وأنت مو موجودة فيه؟ لا شو، ما رح تسألي ورداتي يعني؟ ماني مصدقة أني ما عاد شوفك. شو هالحكي هاد؟ رايحة ساعد الأولاد لفترة مؤقتة وبعدين راجعة. وبلكي ضليتي هنيك؟ نوريش مشان الله لا تبكي، ولو هلا أنا ببكي معك كمان، لا تبكي. شو يعني بيطلع بكرة؟ شو نحن أولاد ولك؟ ليش ما خبرتني من قبل؟ منين طلع هاد؟ جبلنا ياه واحد وترك هالرسالة يا أبا. خذوا من خلاتي يلا. يمكن حابب تذبح شي ضحية كرمال طلعت ابنك من السجن، وإذا بتقول أنا ما بلطخ إيدي بالدم وبخلي غيري يعمل هيك شغلات عني، فلا تعذب حالك، بس إجي أنا بذبح لك ياه. شبها عينك؟ ولا شيء، كنا عم نلعب طابة وضربت بعيني، هي هي كل القصة. وشو اسم هالطابة؟ مشان فضيلك الهوى منها. حاجة بقى مصطفى، ما في شيء من اللي ببالك خلصني. أهلا وسهلا خلدون. فداء فداء. شو في إلهام؟ شو صاير لك؟ يا ويلي عليك، شو صاير لعينك؟ أمي ما في شيء. شو عامل؟ ضربك حدا؟ متخانق مع حدا؟ احكي ابني شباب. لا مرت خالي مو هيك، وهو عم يلعب بالطابة صابته بعينه. مزبوط هالحكي؟ ايه مزبوط. وليش ما حكيت لك؟ ايه ما عطيتيني فرصة لاحكي. يا حبيب قلبي طيب كن دير بالك شوي، لا سمح الله. خلاص ماني ولد صغير، تركيني بحالي. كله جرح صغير، شو فيها؟ مصطفى عم تقول كله جرح صغير؟ رح خليه يعرف شو هو الجرح. اختي
خير أشرف، شوفي شو صار معك؟ قلي، شكلك متضايق كتير. ولا شي. لا تكون أنت كمان سمعت. بإيش؟ محكوميته ليفوز تخفضت، بكره أو بعده رح يطلع. مين منكم بيعرف طلعت يفوز؟ احكوا لك، مين منكم كان بيعرف؟ يعني ما رح تحكوا؟ فوتوا لجوا. أول اللي جاب الخروف معناته بيعرف. يمكن يفوز حب يعلن حريته هو لساته جوا. بس أغلى عشيرة مورا لهلا هو أنا. خبروا الكل بهالشي، فهمتوا؟ ممكن أدخل يا خانم؟ تعال أشرف، تعال. تفضل لنشوف. شوفي، أنت كمان جاي تحاسبني؟ لا يا خانم، ما بيطلع لي. جاي خبرك. شو؟ إسماعيل، لما كان عند عشيرة موران سمع شوية حكي. ايه، وشو هالحكي اللي سمعوا؟ يا فوز رح يطلع من السجن. شو؟ بطلع بتطعنوني بظهري ولاك؟ كاين شو قصرت معكم ولا؟ ما بيعمل عملتك إلا عديم الأصل. بحلف لك يمين ما عندي علم بشي. خلاص اتركوه. بس يطلع يا فوز اغا وقتها برد لك اياها. انا ما قلت لكم بس يطلع لازم اعرف اول واحد. ليكو يا فوز رح يطلع وانا اخر من يعلم. ما درينا يا اغا. على علمنا لسه بده شهرين ليطلع. معقول ندرى وما نخبرك يا اغا؟ مين ما كان اللي خاني رح يدوق العذاب. ما لقوا غير احمد اغا يلعبوا معه يورجوني شطارتهم. انا الاغا انا والباقي عبيد. لا لعب من خلقتي. يلا يلا. اجاني خبر مو حلو يا احمد اغا. يا فوز بده يطلع مزبوط؟ قال طالبتيني. تعالي يا بنتي، سكري الباب وراكي. قالوا لي انكم رحتوا على السوق اليوم، صحيح؟ صحيح، اشترينا شوية تياب. كتير منيح، ما قصرتوا بنتي. ومرقت على سواش مشان بارك له، بس ما كان بالمكتب، ما شفته. برافو بنتي، برافو. مبروك إلك كمان. على شو؟ يا فوز رح يطلع. بعرف ماما شحنور، شكراً. شو؟ كنتي بتعرفي؟ ممنوع حدا يستقبل يفوز. اللي ما بيقول مرحبا ما حدا بيرحب فيه. الظاهر انه حابب يدبر اموره لحاله. Thank you.
ياسمين بعرف انك بالبيت، لو سمحت افتحي. اذا بدك منحكي هون على الباب بكفيني انه نحكي. اكيد ما خلص الحكي بيناتنا. شلون؟ كتير حلوة. طيب شو رأيك؟ البس هاد؟ ولا هاد؟ برأيي جربي هاد، رح يلبق لك كتير. ماشي. زواجي من تشتشك كان مجرد زواج شكلي، يعني حبر على ورق، وهي أخت بالنسبة لي. أما كيف قبلت بالموضوع؟ بالعشيرة كيف وافقوا؟ العشيرة ما بتعرف شي. عائلة تشتشك من عشيرة كبيرة بيوان مثل عشيرتنا، لهيك هن كمان ما بيعرفوا. وأمك؟ أمي مرة تقليدية كتير وانت بتعرفي هالشي. المعنى؟ أمي بدها حفيد من جيجيك. شو عم تساوي؟ نازل على العشاء. ما في داعي، جبت لك الأكل لهون. فداء خلاص، تركيني بحالي، والله رح أموت من القعدة بالتخت، ما حلني أتحرك بقى؟ من الصبح عم تتحرك، حاجتك بقى، الدكتور قال أتحرك شوي، وحضرتك قلبت على عداء رياضي ما شاء الله. آخ وين هديك الأيام؟ يا ريتني صرت عداء مشان عن جد أهرب منكم. بولا مانو هون. بولا قلتلك راح. إذا طلقت لتشتشك أحمد مورا بيقتلها فورا. ليش؟ إذا ما جبنا ولد معناته العيب منا، وهيك من جهة رح يقتل بنته، ومن جهة تانية رح يرجع الدار. لأنه اللي قتل جوز أختي بيكون أخوها لتشتشك. بس شو الحل سواش؟ الله يسعد مساكم. يا مساء الخيرات، تفضل عود. شبه عينك خلدون؟ صابتها الطابة بالمدرسة. لا هي إذا عينك مزرقة هيك، شو صار بالطابة لكان؟ ما كنت تلاقي لك كذبة أحسن من هاي؟ شو؟ بورا بترجاك تسمعني. بعرف أني عم بطلب منك تصبر كتير، بس مو طالع بإيدي شي بورا. أنا كمان ما بدي. هلأ أنا ماني فاضي، نحكي بعدين. مساء الخير. مساء النور. أوه جيجيك خانم، شو هالحلاوة؟ سواش لسه ما أجا؟ لا لسه. الزمن هو الحل ياسمين.
أنا صبرت مشانك كتير ودورت عليك كتير وبالأخير لقيتك. أنا بوثق بالزمن. وإذا بدي حارب العادات أنا بحاجة للوقت. بس بدونك كل هالشي ما له معنى بنوب. صدقيني أنا بحبك لدرجة ما بتنوصف ياسمين. بس ما رح أجبرك على شي. أحمد أغا بدي أقول لك شغلة. بعرف منيح شو رح تحكي. نامي وبلا كثرة حكي. خلاص فهمت. ماني غبية لدرجة إني أقول لك انسى العادات وتعال لعندي. لأنه الوضع اللي أنت فيه مو متعلق فينا نحن الاثنين وبس. في بالنص حياة إنسان. أنا بوثق فيك حبيبي. ما كنت بتترك كل شي من ايدك وبتيجي فورا لهون. خير شو في؟ يا فوز رح يطلب. سواش شو في؟ نظام خربطنا بالكياس. هاد إليك. هلأ اللي انتبهت له. تفكري اني ما بعرف وجهك حبيبتي نظام. حكينا من قبل نحنا انا وانتي ضحيتين لنفس القدر. ليش ما بعرف معنى انه تخسري حدا بتحبيه ومعنى الدم اللي بيروح هيك على الفاضي؟ بس يمكن قدرنا هيك بده. يا فوز أخي مو بإيدي أخي.
شو رايح؟ لازم اروح. حكيت لك كل شي مبارح، لازم اكون بالبيت. لا تزعلي، كل شي رح يتصلح. وثقي فيني وبس. رح اوفي بوعدي لك، اتفقنا؟ بس انا بحاجة شوية وقت، وبعدها رح نكون لبعض. ماشي عمر، وانا دائما عم نستناك. انا ميت بحبك. وانا كمان.